أطلب رسميا باسم قيادة الحزب من أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني في غرفتي البرلمان أن يصوتوا غدا أو الأحد على الموافقة بالموافقة على هذه المراجعة الدستورية. أمر من قيادة الحزب. نعم. والإخلال به يعتبر إخلال بالدستور بالنظام الداخلي والقانون الأساسي. التغييرات قلنا ليست تغييرات، هي إصلاحات تمت في القضاء، تمت في السياسة، تمت في الحكومة، وتتم في الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع. إذن من يعتبر على أن جهاز الأمن هو جهاز مغطى غير معروف مجهول عند المواطن عند البرلمان، هذا النظام قديم. جهاز الأمن جهاز دولة يعمل في كنف القانون، والإصلاحات التي مسته تخدمه. وأعتقد على أن جهاز الأمن الآن الإرهاب أقل من كما كان. لا علاقة لنا بما يجري داخل الأحزاب، نحن لسنا أصحاب انقلابات. ما يجري داخل حزب العمال ليس لنا علاقة به، أولا كحزب جبهة التحرير الوطني، ثانيا أن سواء كان حزب الويزة ولا حزب الخضر ولا حزب النهضة ولا حزب، كل أحزاب هذه معارضة ونتعامل معها في الساحة، نتعامل معها سياسياً.